يخرب بيتك يخرب. اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ انت مكسر نص مصر لغايه دلوقتي، اعمل لك ايه؟ يالا ما تفتح يالا. انا اسف يا دولا، انا اسف والله ما شفتهم يا دولا. عايز ايه دلوقتي؟ عايز ايه؟ دولا ممكن يعني اطلب منك طلب كده اهو. اطلب اي حاجه بس ما تطلبش فلوس ولا تطلب اجازات، امال مين هيكسر لي في الاجازه بتاعتك؟ لا يا دولا انا الحمد لله معايا فلوس وكل حاجه، انا يعني كنت عايزك يعني تكتب جواب لامي. انا اكتب جواب لامك؟ عيب يا رمز. عوك يخرب بيتك، امك دي يالا دي مرات عمي. يهبل يهبل. يا دولا لا يا انت يا عم دماغك راحت فين يا عم؟ انا قصدي انك انت تكتب لي انا جواب ابعته انا لام انا 12. انا حاضر يا سيدي. قول كده من الصبح، انا قلت برضو ايه ده بيستهبل ده ولا ايه؟ ما لازم اقعد اركز في الكلام عشان تفهمني. اخلص اخلص. اكتب يا دولا. ايه اكتب لها؟ عندك كحه يعني ولا ايه؟ لا انا جاي اهو دول. الى امي ام رمزي الحبيبه، يعني الشهامه والجدعنه والرجوله. رجولي دي يالا؟ حد يقول لامه انها راجل يالا؟ انت ولا خش في الموضوع على طول. انا كويس يا ماما. بلاش يا ماما دي، انا دول اصل تزعل مني. بلاش يا ماما، بلاش يا ماما. انا كويس الحمد لله يا امي يا ست الحبايب يا حبيبه، برغم من ان دولا ابن عمي فلزه كبدي مطلع عينيا ويعني. انا بكتب لك جوابات، انا غلطان؟ بتكتب لامك ان انا مطلع عينك يا لبس سهبل؟ ايه دول يعني اكدب على امي؟ اكدب على امك، اكدب على. ماشي شوف مين هيكتب لك جوابات تاني. شوف ماشي. مش عايزك تكتب يا عم، انا هقول لها في التليفون. هتقول لها في التليفون؟ قول لها في التليفون. اللي انت لابسه ده يا دول ده ايه ده؟ جمل. عمار لابس جمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده معقولة؟ كابتن ابراهيم سعيد. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انا مش والله مش مصدق نفسي. اتفضل يا كابتن. اتفضل. اهلا وسهلا. دولا مين يا كابتن ابراهيم سعيد ده؟ بس يا معلش يا كابتن، اللي ما يعرفك يجهلك، وده بقى مش جاهل، ده ابو جهل نفسه. هو فعلا شكله ملوش دعوه بالكره خالص. والله ولا ليه دعوه باي حاجه حضرتك. لا لا لا، ايه اللي ماليش دعوه بالكره؟ لا انا على فكره بقى وانا صغير كنت بلعب انا والعيال زمايلي بيلي مسافات طويله. شفت يا كابتن بيلي؟ هو اخره بيلي اساسا. اخره بيلي هو نفسه اخره بيلي. اجري يلا هتشرب يا كابتن. لا شكرا. لا 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 لا, لا لازم مش عايز والله. ولا روح هات كوبايه شاي في الجون يلا. ماشي يا دولا. وعندك واحد شاي في الجون وما ياكلش تسلل. اهلا وسهلا، منور يا كابتن. كم التمثال ده بقى؟ التمثال اللي هو بتاع توت عنخ آمون ده؟ ده يا سيدي عشان خاطرك وعشان خاطر منتخب مصر ادهولك ب 150 جنيه. انا عايز واحد مش عايز دستة. واحد ايه حضرتك ودستة ايه؟ يعني حضرتك ده متكلف جامد جدا، ده بس كفاية الالوان اللي فيه والذهب اللي فيه ده. انت هتشتغلني هو من الاخر 40 جنيه. 40 جنيه يا كابتن؟ معلش يعني عدم المؤاخذة، اللي يشوف حضرتك بتفاصل كده يعني يقول يعني معكش فلوس. بس انا اعرف يعني ما شاء الله، انا ما بحسدش، ان لعيبة الكورة دي اكتر ناس بتكسب. نكسب مين؟ كل الناس فاكرة كده، مع اننا احنا مظلومين جدا على فكرة. مظلومين؟ اما لو انتوا تبقوا مظلومين احنا ايه، نبقى اسرع حرب بقى. لا اللي بيكسب فعلا السمسار. السمسار؟ ليه هو السمسار يعني عدم المؤاخذة هو اللي بيجيب البطولات؟ لا ما هو بيجيب اللعيب، بياخد فلوس من اللاعب وبياخد فلوس من النادي وبياخد فلوس من اتحاد الكرة. ده انت فاضل تقول لي بانه بياخد كمان فلوس من الجماهير بقى. فعلا لو الجماهير اعجبت باللاعب ممكن الجماهير تديله فلوس. يا سلام، يعني السمسار يجيب لعيبه يديها للنوادي ويكسب هو فلوس كتير. بالظبط كده. طيب ممكن يا كابتن ابراهيم يعني اخد تليفون حضرتك يعني؟ مفيش مشكله، ده الكارت بتاعي. شكر اول ذوقك يا كابتن. ان شاء الله بجد انتظر بقى مني مفاجاه. والله يا دولا انت ابن حلال وربنا هيكرمك ان شاء الله. مالكش دعوه. ليه دولا؟ وانت بتتحشر في كل حاجه دي، انت مالك؟ احنا مش ولاد. ايوه يا استاذ عادل، طلباتك امورك. ازيك يا فتله؟ تعالى اقعد. ازيك يا فتله؟ الحمد لله. ازيك يا رمز؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عايزك في حاجه مهمه قوي. كلام سر بيني وبينك، انا هبقى سمسار لعيبه يالا. اخيرا لقيت حد هيكتشفني. يا عيني ده طلع اهبل يالا. بيقول لك سر. قول لي انت عايز ايه يا استاذ عادل. بص يا سيدي، انا عايز اكتشف لعيبه يعني عشان اقدمهم بقى للانديه والمنتخب جمهوريه مصر العربيه. طب ما انا من جمهوريه مصر العربيه. لا انت بالنسبه لك مفيش مشكله، انا ممكن اظبط لك البوفيه بتاع اتحاد الكوره، تنزل مع سمير زاهر تنزل له شاي وقهوه وكده. يا سلام يا دولا على قلبك الكبير يا دولا. بس كده بقى انا تحت امرك. ماشي، تعرف ان هو لعيبه حوالينا في المنطقه ولا حاجه؟ انا هخدمك بقى خدمه العمر عليك وعلى الملواني. ايه الملواني ده؟ حرامي؟ لا ده كشاف.
كشاف ايه بينور يعني وكده اهو؟ يهبل بينور ايه؟ الكشاف ده اللي بيكشف على النور ويشوف عندك كام كهربا وكده. لا ده كشاف لعيبه يا غبي، وده بقى الكارت بتاعه هيساعدك. الكارت ده اللي هيساعد؟ لا يالا البلدواني هو انت بتتكلم ليه وكل حاجه تحشر نفسك فيها؟ وحس انك هتشغلني في اتحاد الكوره مع سمير زاهر، خد بقى الخدمه التانيه دي. يا سلام يا ودي يا فتلك يا قلب كبير. اخلص اخلص انت، ها قول. في صاله جنبنا ممكن تاجرها وتقابل فيها اللعيبه بتوعك. يا سلام عليك يا دفاق، وحس ان انت اديتني بقى الخدمتين دول. خد يالا خد دول معاك اهم، ايه 400 جنيه كل ورق ب200. عايزك تاجر لي الصاله دي وتملاها لي لعيبه قلم اللي عايزين يكتشفوا. يالا ماشي. طب وحس ان انا قاعد معاك دول، انا ماليش حاجه يعني في دي. ليك حاجه ايه؟ انت هتيجي معايا دلوقتي، هنروح نقابل الملواني ونتفق معاه ونشوف موضوع الصاله ونبتدي بقى نجهز اللعيبه عشان مصر. يالا هننزل نقطع فرق العالم كلها اللي في كاس العالم بتاعت افريقيا دي. يالا الله يا دولا، الله ربنا يكرمك. يعني انا هروح معاك دلوقتي؟ اه عرفت هتيجي معايا فين؟ على كاس العالم. لا يالا هتيجي معايا عند الملواني. مين الملواني ده دول؟ اللي هو بيكتشف البتاع، اللي هو بتاع الكهرباء. الكهرباء ايه؟ هات 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 هات. نبتدي نشرح من اول وجديد. ازيك يا فتل؟ ازيك يا استاذ عادل؟ عامل ايه؟ عايزك في كلمه سر. يلا تعالى تعالى كابتن ملواني، تعالى خش اتفضل. شو لازم التعب ده يا اخوانا؟ ما كنا قعدنا في البيت وخلاص. لا لا ازاي تقعد في البيت ايه؟ بعيدا يعني على ان بيتك خلاص قايل للسقوط وممكن يتهد على دماغنا في اي لحظه، احنا عايزين نقعد نتكلم معاك هنا اهو في هدوء يعني عشان نستفيد من خبرتك في الكوره يا كابتن. صح يا دولا، هو واضح يعني ان الحاج الكابتن ملواني دون يعني خبره قوي. طبعا يا ابني، الكابتن الملواني المفروض يتعمل له تمثال شمع في متحف الشباب والرياضه. انا كنت احسن واحد يلعب هاف باك سنتر فيرويد، لفت يمين ولفت شمال في البلد كلها. ايه ما كانش حد بيلعب في الملعب غيرك ولا ايه يا كابتن؟ تحتري عليا ولا ايه؟ ده انا جاي لك من زمن الكوره الجميل. طبعا زمن الكوره الجميل، انا بس حضرتك اتخضيت يعني لما قلت لي سنتر باك فيرويد. يعني حضرتك طبعا اللعب ايامكم كان غير العك بتاع اليومين دول. طبعا عك، احنا كنا ابطال حقيقيين. يعني مثلا ما كانش في تسلل خالص، كلنا كنا بنلعب بنفس راضيه ونيه صافيه، لكن دلوقتي اللعيب اللي وقع التاني. يا سلام عليك يا ملواني، لما تلعب يعني اللعيب اول ما حد يلمسه كده بس يقولك لا انا عايز اروح اتعالج في المانيا. على ايامنا كنت بلعب بقطن وشاش وصبغه يوت وصبغه كاو وصبغه، كان معانا كل الصبغات، كان معايا شنطه كده صغيره زي شنطه المرور بتاعت دلوقتي، وكان فيها صن بلوك، اللعيب ياخد ضرب شمس انا ادير له على طول. الله الله الله، ايه ده الامكانيات دي؟ انا تقول الله دول يعني ايه سنه البوك؟ سنه البوك اسمه صن بلوك. يالا ده نوع من البتاع المنشطات بتاعته عشان مالكش دعوه مالكش دعوه. كمل كمل يا ملواني كمل. يعني اللعيب دلوقتي مثلا لما يجيب جول ويجيب جول صدفه حد يقول لك انا عايز فلوس، انا كنت بلعب في النادي بتاعي بلقمتي باكلي وشربي بس. الله يا كابتن الله، واضح طبعا من ساعه ما اعتزلت لسه ما اكلتش صح؟ بيهزر بيهزر. والله يا ملواني يعني مش عارف اقول لك ايه، بس اكيد حضرتك هتقدر خبرتك. عايزك بقى تساعدني في اختيار اللعيبه اللي هندربهم عشان نبيعهم لبقيه الانديه. بس انا ليا شروط. شروط ايه؟ عارف عارف، اكلك وشربك دول مقدور عليهم. سهل سهل. كل اللعيبه اللي هنجيبهم وهنمرنهم وهنبيعهم ليا فيهم نسبه. يعني انت طول عمرك شغال باكلك وشربك وهتيجي عليا تعمل لي ناصح يا ملواني؟ ده شرط. قلت ايه؟ ماشي هديك 10%. 20% ومش هرجع في كلامي. 19% عشان ابقى ماشي الكلام. موافق. لا بتهرج يا عادل، بتهرج اكيد. سمسار لعيبه ايه؟ تكونش فاكر نفسك محمود الجوهري؟ يا جهلة يا جهلة كرويا يا اللي مش فاهمة أي حاجة. الكابتن محمود الجوهري كابتن مصر طبعا، مدرب عظيم. أنا بقى وضع مختلف، أنا سمسار كورة مش مدرب، عشان تعرف إن أنت جهلة يعني. عادل عيب قوي تسمسر على الناس عشان الكورة. يا ماما أنت فهمتي إيه؟ لا مش هسمسر على الناس، دي حاجة وحشة مش حرامي يعني، سمسار دي حاجة تانية. يو يو يا عادل ما ينفعش يا حبيبي، علشان الموضوع ده عاوز حد يكون عنده خبرات، وأنت أكيد ما عندكش أي خبرات. برافو عليك يا حماتي، عشان كده أنا استعنت بواحد خبرة بقى، الكابتن ملواني. يا ابني إحنا ما نعرفش في الحاجات دي، إيه المطلوب مننا؟
انتوا مش مطلوب منكم حاجات كتيره، انا هصرف على اللعيبه دي في الاول وبعد كده يعني ان شاء الله هكسب من وراهم كتير. شكلك هتكسب فيهم صواب. يو يو يا عادل مش معقول انت هتصرف عليهم ازاي كنت يا دوبك بتدفع فلوس هنا وبتصرف علينا بالعافيه. بص يا حماتي ده يعتبر مشروع زيه زي اي مشروع من مشاريع الدنيا كلها، اصرف في الاول لغايه ما ادرب اللعيبه بعد كده ابيعهم واكسب من وراهم ذهب. لا ام سوري اي دونت اندرستاند ا ثينج، من فضلك بقى فهمني بس يا وش يا وش. بص يا حماتي مساله بسيطه خالص، اللعيبه دي محتاجين رعايه، انا لازم ارعاهم وادربهم واكلهم واشربهم بعد كده ابيعهم للانديه هكسب من وراهم جامد جدا. طب ما تشوف لي كل واحد شقه بالمره. لا ما ده هيحصل لما انا ابيعهم بقى للانديه، الانديه هتجيب لهم شقق. دول ولا هيتباعوا في سوق الجمعه. يا ابني دول باين عليهم جعانين وفجعانين بيضحكوا عليه. يا ماما يضحكوا عليا ايه يا ماما؟ بص هما فعلا جعانين، بس جعانين كوره، جعانين شهره، انا بقى دوري ان انا اوصلهم للعلالي. جبتك يا عبد المعين تعني. يا ماما انا عايزكوا بس تعملوا اللي مطلوب منكم، من اول ما نبدا تدريب هبتدي انا اهتم بيهم وانتوا تنفذوا اللي عليكم وتجهزوا الاكل، لان انا هبتدي